السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو طلابنا، الطلاب اللي هم عندهم مشاكل، سواء صعوبات تعلم او تأخر دراسي او بطء تعلم او كده، ازاي نتعامل معاهم واحده واحده كده، وازاي نمشي معاهم. مبدئيا كده انت لازم تقيم ابنك او بنتك الاول، وتعرف هو عنده صعوبات تعلم ولا عنده بطء تعلم ولا المشكله تاخر دراسي ولا ايه المشكله بالظبط، تمام؟ وبعد كده تبدا بقى ايه، تبدا تتعامل. طيب التقييم ده مين بيعمله؟ التقييم ده اللي بيعمله اخصائي طبعا، بيعمل اختبارات الاول وبنشوف الدنيا، وبعد كده بنبدا نتعامل بقى بشغل. هل شغل جلسات؟ هل هيبدأ شغل، يعني هيبقى الشغل ماشي معاه ازاي؟ البرنامج بتاعه هيبقى اللي نازل له ايه؟ البرنامج اللي يتعامل بيه؟ لكن ما ينفعش يكون ابنك عنده مشكلة وانت عمال تديله في دروس وهو ما فيش اي جديد. انا عمال اودي من مدرس لاثنين لثلاثة لاربعة لخمسة، وابني زي ما هو مش فاهم اي حاجة، او بيحفظ الحاجة وبتتمسح من دماغه، ما بتدخلش حتى للذاكرة اللي هي ايه، طويلة المدى. كل ما اعمل معاه اي حاجه جديده الاقيه زي ما هو. يعني في ام جت قالت لي انا بدات احس ان انا ابني غبي. لا، هو ابن حضرتك مش غبي ولا حاجه. ولا اللي قالت لي انا غيرت كل المدرسين اللي معايا وبرده مفيش فايده، بيرجع نفس، يعني مش فاهم، مش عارف، انا مش عارفه، هو ما يعني ما بيدينيش اي رياكشن، هو يعني الحاجه اللي هو دي فاهمها ولا مش عارفها ولا حافظها ولا ايه بالظبط. نرجع نقول ان احنا مش حاطين ايدينا على المشكلة، احنا بنعالج ان انا عايز احشي لابني المنهج في دماغه وخلاص، ومش مهم باقي الحاجات، تمام؟ فاهم من اهم حاجة واهم نقطة، اول نقطة ودي مهمة جدا، ان انا احط ايدي على المشكلة الاول. طب انا حطيت ايدي على مشكلة ابني، هل هو صعوبات تعلم؟ هل هو تأخر دراسي؟ هل هو مثلا مشكلة في الذاكرة؟ عنده نسبة تشتت؟ نشوف المشكلة بالظبط وابدأ امشي بالخطوات الطبيعية اللي عالجها. لكن طول ما انا بديله في دروس وبديله في حاجات وهو مفيش فايدة، مش هتلاقي اي تقدم ولا هتلاقي اي جديد معاكي خالص، تمام؟ دي النقطة الاولانية. النقطة التانية، مش مهم ابني ياخد يحصل كم كبير جدا، المهم الحاجة اللي ياخدها يفهمها ويستوعبها. يعني ما اقعدش احشيله في 100 كلمة انجليزي هو محفظ حتى 3 كلمات منهم، مش عارف يسمعهم خالص لوحده. لا، ادي المهم الحاجة يستوعبها احسن ما يقعد يحشي وخلاص، قاعد احسن ما اقعد احشيله في دماغه، تمام؟ في كل حاجة بقى كده، يعني في اي مادة، سواء انجليش ساينس او علوم او دراسات او ايا كان المادة اللي بياخدها، ما اقعدش احشي لابني وخلاص في معلومات، او انا وجهة نظري ايه ده لازم يحفظ، ده لازم يبقى مش عارفة ايه، هو اصلا مش مستوعب حاجة. يعني مهم ان ايه الحاجة، الكم اللي بياخده، الكم تحدديه كده ونظبطه ونبدأ ندرجه للطفل، تمام؟ لابننا او بنتنا، يعني سواء حسب السن بقى. الحاجة الثالثة المهمة عشان الدراسة كمان تظبط، حتى لو عنده مشكلة او ما عندوش مشكلة، التغذية. مهم جدا اطمن على حتة التغذية، مهم ابني يكون بياكل كويس، بيوصل له الحاجات اللي تفيد جسمه، مش عمال انا اكل وخلاص، ما هو بياكل كل حاجة. طب تمام، خد بقى الحاجة اللي تفيده لجسمه؟ لا. فمهم جدا حتة التغذية، التغذية دي برضو مهمة قوي. كمان من ضمن الحاجات المهمة ان انا ما اقعدش اقارنه بحد سبقه او حد اشطر منه او حد احسن منه، لان كل حد ليه قدرات حتى لو ما عندوش مشكلة اصلا، تمام؟ بس ده فيديو بسيط كده حبينا نوضح بيه بعض المشاكل اللي جات لنا من وقت ما الدراسة بدأت. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.